صباح الخير سمير العرفاوي المناسب الجهوي للانتخابات بولاية بيجة. كما تلاحظوا اليوم انطلقت فترة قبول الترشحات بالقاعة الرياضية المغطاة الخاصة بالانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 منذ الصباح الباكر. هناك عدد محترم من المترشحين وقرابة 30 مترشح يمثلوا المجالس المحلية لولاية بيجة وعددها 9، يعني 9 معتمديات. يعني هناك إقبال من يعني تقديم الترشحات من قبل المترشحين. بحكم طبعا عملية بيضاء، يعني استزادت العملية هذه، كيفاش تعديت بالضبط؟ واسكو الهيئة نتاع بيجة حالة؟ البارح هو 22 أكتوبر، هي عملية بيضاء، يعني هناك تكوين في الفترة الصباحية لأول قبول الترشحات، وثم صارت عملية بيضاء الوقوف على جاهزية الإدارة الفرعية لانتخابات بيجة، وعلى التمكن من منظومة قبول الترشحات ومنظومة التزكيات للمترشحين. واضح. شكرا. شكرا.